محمود محمد بوري، انا من محافظه المنيا مركز منلاوي، وانا احد ابناء قريه درو. انا اتشرف ان انا اكون من اهلها ومن ابنائها. احنا انا من الناس اللي بتروح المدرسه لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكان الاستقبال واثناء له على شكل ممر شرفي يمر بينا وبنقدم له ورد فيه، فهو بياخد وردتي. فقلت له ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ قال لي اتفضل يا حبيبي. قلت له ينفع تحضني؟ قال لي طبعا يا حبيبي تعالى. فروحت حاضنه، فانا ساعتها كنت فرحان جدا. بعد ما خلص الممر الشرفي دخل هو جوه القاعه واستقبل بيت جامعته، واحنا في مكان تاني. فبعد 5 دقايق كده في لقيت حد داخل عليا وبيقول لي تعالى. بعد ما هو قال لي تعالى رحت ماشي معاه، فاحنا ماشيين قلت له احنا رايحين فين؟ قال لي انت بتعرفش؟ قلت له لا ما اعرفش. راح قال لي انت رايح تفطر مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. فما كنتش مصدق ساعتها، كنت فرحان جدا جدا. فانا لما قعدت جنبه كنت مرتبك وخايف، بس كنت فرحان جدا. فكان على شمالي سياده الرئيس وعلى يميني كان رئيس الوزراء. فبعد ما السيسي خلص كلمته مع الناس راح اتفضلوا كله. فانا ساعتها ما بداتش اكل يعني، فراح تطلع على ظهره وقال لي تقول ما بتاكلش. رحت بعدها قال لي كل يا حبيبي ما تكسفش. فبعد ما خلصنا اكل كلنا في القاعه راح سياده الرئيس زي قال كلمه وقام ماشي. كنا عرفنا نسقف لسياده الرئيس، وبعد ما خلصنا التسقيف هو راح مشي واستكمل جولته في المعصره.